عايزين نتكلم على حاجه اسمها البيزك راوتنج، اساسيات كده في الدخول لليو ار ال والريكوست بتاعك والطلبات. انا يعني هسيب كده في سيف از واسمي دي راوتنج بيج، راوت بيج 5 5 5، لا راوت بيج او روت بيج، اديناها سيف. ماشي، عملنا اكسبريس، استخدمناه كاب، ما عندناش مشكله. اول مرحله عندنا ان الهوم بيج بتاعتي دايما قلنا بيبقى سلاش، مثلا سلاش وخلاص بغير تحديد. دي كده بقول له دي دي دايما الاندكس او الديفولت بيج. الديفولت بيج يعني الصفحه اللي لو اليوزر ما حددش بيبقى دايما العنوان بتاعها سلاش كده، اللي هو دخل على السايت، يعني الصفحه الرئيسيه الديفولت او المين بيج. المين ايه؟ دي المين بيج، بيبقى هنا كده. انا بقدر اشتغل على جيت، جيت يعني هات بيانات، مفيش مشكله. طيب، ودي بتستخدم دايما ان احنا يعني بنجيب صفحه عاديه جدا وبنشتغل عليها. ممكن اعيد تفكير في جيت، يبقى عندي يو ار الز مختلفه، فهجيب مثلا واحده بتعمل بوست. بوست معناها ان انا عايز ابعت قيم، خلاص عايز ابعت ايه؟ ابعت قيم. فالبوست غير الجيت، البوست هنا غير الجيت تماما في الراوتنج. خلاص الجيت انا برد عليك بنتيجه، البوست انا عايز اضيف بيانات، فدي بتشتغل بسهوله، بتشتغل بسهوله. هنشوف يعني الفروق في التشغيل ما بينهم لسه قدام، لكن خلينا اقول دي نخليها بوست بيج، بس نفرق بس بين العناوين كده. احنا اهم حاجه طبعا الجيت والبوست والبوت، بوت والديليت، دول الحاجات الاساسيه. والعناوين بقى اللي احنا بمزاجنا، فانا هعمل واحده للديليت برضو. المفروض دي مثلا ممكن البوست دي ممكن اسميها مثلا اد امب مثلا، ابقى متخيل ان هو يخش على الموقع اسم الموقع بتاعك سلاش اد امب، ابقى انا عارف انه عايز يضيف موظف، فانا هعرض له هنا او هاخد منه الداتا اللي جايه من الريكوست اللي فيها بيانات الموظف وابدا اضيفها في الداتابيز او زي ما نشوف ان شاء الله، او زي ما انتم عارفين يعني. طيب ممكن نعمل الديليت كذلك، الديليت يعني. فممكن اعمل دي اب دوت ديليت واقول له مثلا ده ينادي على سلاش ريموف امب او ديليت امب او اي حاجه، ديليت اندر سكور امب. والديليت امب ديت او ديل امب ديت هتعمل مثلا الديليت بيج، هتقوم الديليت بيج. الديليت بيج يبقى كده فاضل لنا بقى البوت اللي هي مثلا بتاعت التعديل. هقوم قايل له كده، قايل له اد دوت بوت، المفروض ان هو هيفهم ان احنا عايزين نعمل ابديت او تحديث يعني. سميه ابديت، خلي دي ديل كده مختصره، ديل ام ابد ام، وبرده هنقول دي الابديت بيج. الابديت بيج ممكن نستخدم الجيت في حاجات كتير، لما يكون الجيت هي اللي عليها الشغل او اغلب الشغل يعني. جيت لو انا عايز اعرض لسته من بيانات الموظفين مثلا، دي مين بيج، فانا عايز اعرض ليست اوف امبلويز يعني قائمه الموظفين مثلا، فممكن اقول له كده جيت برضو واقول له ليست اندر سكور امبس يعني قائمه الموظفين مثلا، ليست اوف امبس. تمام، وبعدين بعد كده ايه مثلا ممكن نعمل دي لسته من الموظفين مثلا. ممكن في حاجه ثانيه مهمه جدا اسمها الباتر. مثلا انا عايزه مثلا صفحه بيكتب امب 1 او امب 2 او امب 3، كل موظف ليه صفحه خاصه بيه، فانا متخيل انه ممكن يبعت لي امب وبعديه رقم الموظف يعني. فممكن اقول له جيت برضو واقول له هنا الامب، وبعد الامب في نجمه، النجمه هنا مقصود بيها اي حاجه بعد كلمه امب، قد يكون الاي دي بتاعه او اسمه، انا هشتغل على الفكره دي. مثلا في الحاله دي انا ممكن اقول له يعني سبيسيفيك امب بيج، يعني صفحه لموظف معين، يعني صفحه لموظف معين. كده يكون كوننا مجموعه صفحات عندنا للموقع يعني،
بعناوين مختلفة. يعني لو احنا جينا نوقف ده ونقول له عايزين نشغل الراوت بيج ديت او روت بيج، و طبعا لو دخلنا هنا في الديفولت دي هيقول لي كان نوت جيت ديفولت، قلت له ماشي الديفولت، قال لي خلاص يبقى انت في الديفولت او في المين بيج بالشكل دوت، لان اليو ار ال دوت دلوقتي على الرئيسي. قلت له يبقى هو ده. طب تعال نشوف الاد امب هيقدر يخش عليه ولا لا. لو انا دخلت سلاش قلت له اد اندرسكور امب، قال لي مفيش حاجه اسمها اد امب، مش شايف. يبقى عندي كده مشكله في العنوان ده في البوست. ده لازم يكون بوست مش جيت. ماشي، هنشوف دي الحته بتاعت البوست وكذلك الايه الحاجات التانية وهكذا، انه مش قادر اشوفهم لان دول بوست والديليت والبوت ليهم شغل مختلف. طب تعالى نقول ان احنا هننادي على الليست، الليست اللي هم ايه ليست اندرسكور امبس. ماشي، قال لي خلاص دي ليست امبس بيج، مفيش مشكله خالص ليست امب بيج. طب الامب وبعديه اي حاجه يقبلها، يجيب لك سبيسيفيك موظف، يعني موظف معين. لو قلت له دلوقتي امب 151 هقول لي ايه انت خلاص في موظف معين او موظف رقم 5، انت برضو في شيء موظف معين او كده. طبعا لو عملت اي حاجه غلط يعني امبس مثلا 5 هيقبلها برضو على سن الاس والخمسه، بالنسبه له عادي دول النجمه يعني. لكن لو غيرت في كلمه امب دي باي حاجه مش هيقدر يفهمها يعني. ممكن تكتب امبلي برضه هيعتبر ان كلمه امبلي دي اللي هي النجمه ويقدر برضه يتعامل معاها عادي. خلاص ان هو فهم النجمه اي حاجه من الحاجات ديت. تخيل كده لو احنا عندنا فولدر هنا اسمه بابليك، اللي انا هحط فيه الحاجه اللي تخص الحاجات العامه مثلا اتش ام ال سي اس اس وجافا سكريبت والكلام ده كله. يعني المفترض هنا يبقى عندي حاجات تخص مثلا يعني في الغالب يعني السي اس اس فايلز، الجي اس فايلز، جافا سكريبت فايلز اللي انا عايزها، الايمجز الى اخره يعني. تعال نقول مثلا على سبيل المثال ان احنا عندنا فايل زي ده بي سي اس اس وفونتس وايمجز وجي اس وكلام زي كده، تاخد منه كوبي فايل يعني ديزاين بتاع موقع وعايز ارنه في الاكسبريس اهو جوه بابليك، قمت عامل كليك يمين وقمت عامل بيست جوه بابليك. طبعا هيرفلس مش مشكله. ادي شويه فولدرات والفايل الرئيسي عايز ارنه. كنا عملنا قبل كده الابلكيشن ده وكان طويل معانا قوي بالموضوع بتاع النود جي اس، كنا عملنا فيه افكار وحاجات زي كده. الاكسبريس هنا بيستخدم حاجه جميله جدا اسمها اب دوت يوز. اب دوت يوز اب دوت يوز بيستخدم حاجه معينه لو انا عايز اعرض بيانات ستاتيك. فببساطه جدا لو جيت قلت له اكسبريس اكسبريس دوت ستاتيك عشان اقول له ان انا عايز اعرض حاجات فيه بيانات ستاتيك بالنسبه لي جوه الفولدر اللي اسمه بابليك. فمفترض ان هو عارف كده ان خلاص عندي بعض الداتا الستاتيك اللي جوه بابليك. عملت سيف. تعالى نعمل كنترول سي هنا ونرن من اول وجديد عشان نشوف التحديثات دي ايه الفرق اللي هيجي لنا. هنا دلوقتي جوه بابليك طبعا هنا الداتا بتاعتك شغاله عادي مفيش مشكله خالص. ولو ما حددتش كل الدنيا تمام مفيش مشكله. جيت ما حددتش اي حاجه فعرف ان انا بستخدم البابليك الرئيسي فقام مدخلني على الايه؟ السايت اللي انا جايبه وحاطه في اليو ار ال او حاطه جوه بابليك او مهولي بشكل مباشر لانه عارف ان في ستاتيك فايلز موجوده جوه ايه؟ جوه بابليك زي ما احنا شايفين كده. طبعا العنوان لو اتكتب بقى بالتفصيل هيتفهم. يعني لو عملت كده مثلا images سلاش ما اعرفش في مثلا يعني images سلاش مثلا اي واحده ايفون دوت جي بي جي مثلا هيقدر يشوفها ايفون دوت جي بي جي، قدر يشوفها عادي لان احنا خلاص فهمنا ان احنا البابليك ده بالنسبه لنا بنستخدمه بشكل معتاد وهو الرئيسي. وبما ان الصفحه الاساسيه دايما يبقى اسمها اندكس او ديفولت اندكس اتش ام ال او ديفولت اتش ام ال فهو بيقدر يشوفها ويفتحها بشكل ايه؟ بشكل مباشر.